يلا موسيقار الجانب محمد عبد الوهاب. ايه محمد عبد الوهاب. شو العلاقة والقصة لا القصة يعني التقيت معاه يعني هذه يعني من الأشياء النادرة اللي التقيت معاه وجلسنا كنا نتحدث كان سمع بعض الألحان اللي عملتها أنا يعني في ذلك الوقت من بينها لحن كان للأخ الله يرحمه طلال مداح أحرجتني لحن الله إيه فسمع اللحن وكان يقول لحن من هذا قالوا له الإخوان اللي كانوا متواجدين معه قالوا لحن فلان فلاني وأنا كنت وقتها موجود يعني في كنا هذا الكلام في باريس يعني فطلب من قال لهم هو موجود قالوا له هنا موجود إيش رأيك تيجي نجيبه قال لهم يا ريت أنا أتعرف عليه فعلا كلمونا الإخوان ثاني يوم مريت عليهم في الفندق اللي نازلين فيه وجلسنا نتحدث معه يعني كان مبهور باللحن كان مبسوط فيه عجب اللحن قال لي لحن جميل وطلال يعني أداء كويس يا ريت يعني كل فترة يعني 3-4 سنوات تحاول تقدموا مثل هذا جميل العمل وبعدين حتى بعد هذه الجلسة طلبنا في جلسة أخرى ثانية قال لي بعد هذا الكلام أبغى أسمع ألوانكم الغنائية اللي أنتوا بتغنونها حلو حتى طيب. شوف جبت ثاني يوم هذه الجلسة الثانية جبت العود العود طبعا عشان أسمعه بعض حاجة